إذن مشاهدينا الكرام، كما عودناكم كل يوم خميس نستعرض معكم حالة الطقس وأهم التوقعات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ عيسى رمضان خبير الأرصاد الجوية. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير. وقالت لي زينة كنا يرد علينا يهون البرد. لا لا، مو يهون البرد، هو بالليل مستمر البرد، بالنهار احنا قاعد نتكلم عن النهار اول الصبح، انا الحين لابس مثلا مثقل دشداشه، ليش؟ لان لفحه الهواء الفتره هذه صراحه اول ما يحوشك الهواء صفير، خاصه اليوم صارت 6 درجات في السالمي ومطربه، وكانت تقريبا 8-7 درجات في المناطق الثانيه في العبدلي، فبالديره نفس الشيء حول تقريبا 12-14، هذه درجات الحراره في مثل هالوقت هذا الصبح وبالليل واحد يشتي، بس بيرد الهواء الكوس، وهذا اللي اقول لك عنه انه راح يطفي الجو لفتره تقريبا الاسبوع الجاي، يمكن تقريبا 4-5 ايام، يمكن ان شاء الله ترش بعد الاسبوع اللي بعده مثلا، خلينا نقول اللي معه لا يعني، او بدايه شهر 12 يعني، حتى الموجات هذه السريعه الحين قاعد تجينا، هذه اول مرتفعات البارده، هذا المرتفع اللي هو الاوروبي. نعم. اللي اثر بامطار غزيره على السعوديه امس، يمكن شفنا كذلك على اخواننا في الرياض، المناطق اللي هي كذلك محاذيه للمنطقه الشرقيه، الان صوب الامارات سحب وامطار غزيره نزلت عليهم بسبب شنو؟ الكتله البارده هذه، وبعدين الهواء الرطب اللي كان عندهم من بحر العرب اللي كان مؤثر عليهم من ايام تصادم الكتل هذه القويه، خاصه مع التبريد القوي هذا اللي هي مره واحده الفجأة ايش سوى؟ عطى احزام من السحب القويه على المنطقه هذه، احنا بالنسبه لنا لاحظت شلون؟ بالبر المناطق يعني اكثر من 20 ملي ل 24 ملي نزلت في البر. صحيح. بس الحمد لله احيانا انا اقول ليش؟ لان اذا كميات من الكبيره هذه مرات تاتي في المدينه بالديره لا لا تصير يعني مثل ما نقول مشاكل، فمثل ما قلنا الحمد لله مناطق البريه صوب الصبيه الى شمال جنوب الكويت كانت امطار حل، وحتى صوب الميصيب هاي معناها ان امطار وسم راح تضرب يعني النباتات اللي هي الربيعيه ان شاء الله، وتبدي حتى بالديره عاده العام كان في امطار اكثر، بس احنا كذلك متوقعين ان شاء الله الفتره القادمه يعني خلينا نقول الاثنين على اخر الاسبوع القادم ان شاء الله، يعني دوره الاسبوع هذه، فراح تكون بعد هالمرتفع الثاني اللي ياتينا ينزل درجات الحراره، الواحد لازم يبدا عاد يشتي حتى خلال النهار، بس بالليل الحين هالايام لا، يعني دائما ننصحهم ترى اللبس ثقل البر يعني برد، خاصة مع الهواء يسمونه الونشيل، الونشيل فاكتور هذا تأثير الرياح مع درجات الحرارة، فالإحساس يكون أكثر، مثل اليوم 6 درجات الإحساس كان درجتين مئوية بالبر. الله. شوف شلون، فاذا 8 درجات تقريبا مع سرعه الرياح مختلفه تعطيك انخفاض في الحراره، فاذا بتطلع بالليل لا لازم تشتي يعني ما تقدر والله لحد ما شتي او جاكيت، لكن بالليل تلبس كذي يعني صعبه الصراحه يعني. لا هو كذي لا طبعا بالليل اذا قاعد برا مثلا لا لازم أيه تلبس لك شيء ثقيل، لكن حط لك ساعه بعد هذه اللي مدوره واحمد نهايه الوسم تقريبا احنا حاليا صح؟ هو شوف نهاية الوسم ما هو له تاريخ معين، هو الدفء والحرارة وانخفاضها يوقف الوسم، بس احنا دائما متعودين ان شهر 12 بداية شهر 12. هو شوف الوسم نهايته في 6/12 زين، مع شنو؟ دشت المربعانية، والمربعانية مسمى المربعانية هي او اربعينية الشتاء، هي موجات الكتل الهوائية الباردة القطبية، هذا المسمى العلمي الحين، يعني قبل احنا نقول ايش حق يقول المربعانيه، يوم بحثت فيها كثير خاصه دراسات الخرائط وكذا لاحظت ان المرتفع السايبيري هو اللي ياثر علينا، وهذا عشان شيء كان يسمونها المربعانيه اللي اربعينيه الشتاء، ضربات موجات بارده من انخفاض الحراره توقف الوسم، الوسم شنو هو؟ عشان الشعم يبين، عشان الشعم يبين، العود يبين، عشانكم انتم العداقه هذا هو شنو يدور يعني، فهي شنو تاثر على درجه حراره الماء وتنخفض درجه حراره الماء، فبعض الاسماك تدش غزر تدور الماء الدافئ، وبعض الاسماك لا تدور تيارات الدافئه وتروح السيف زين، فتختلف انواع الاسماك الطيبه تي تقرب، هذا كله اختلاف اللي هو كتل الهوائيه اللي تاثر عليها. طيب خلينا نتكلم عن اجواء العطله هاليومين. هاليومين اي نعم، من باكر الحراره شويه مثل اليوم راح نفس الشيء تستمر الحراره تقريبا 22-23 هذه العظمى اللي راح تكون متوقعه اليوم، الليله برد راح يكون مع ان الهواء بالليل بيطخ ما بيطخ وايد يعني، بس مهما يكون حتى لو يطخ الفير
لا تنزل اكثر باكر، يعني اتوقع يمكن حتى 5 درجات يمكن توصل. بالديره لا ترتفع شويه، لانه وقت ما يطخ بين المباني هذه اكتساب الحراره المدن لا ترتفع شويه اكثر درجه او درجتين بالدير. بالبر ما اعتقد، انت مثل مرات تقول لا لما يصير سكون بالرياح ما راح يكون سكون تام، لا راح يكون في هواء شويه خفيف اعتدال بسيط باكر يخف الهواء اللي مع البحر حتى راح يكون زين باكر. اليوم للحين في شويه موي بس باكر البحر زين الهواء يدوق، ليش؟ لان فيها قلبه هواء راح يقلب الهواء كوس كذلك الجنوب الشرقي من المساء باخر الليل يوم السبت ترى الهواء كوس، هني عاد تبدا الحراره مع الهواء الرياح الجنوبيه الشرقيه يصير ادفى يوم اللي هو السبت حتى الصبح شويه ادفى راح نحس، ويستمر الهواء الكوس الجنوب الشرقي خلال الاسبوع القادم. وهذا اللي قلت لك انه شويه الواحد خلال النهار راح نحس بدفء اكثر، توصل مره ثانيه 25 26 درجه بالليل لا، يعني واحد يستمر يلبس ملابس شتويه ما لا يستهين. فهم البحر راح يكون زين ان شاء الله ليوم السبت، لحد لا شويه المايه تبدي هواء الكوس يزيد. الاثنين احتمالات امطار ان شاء الله موجوده رشات راح تكون كذلك خفيفه راح تكون كذلك اسبوع اخر اسبوع القادم ان شاء الله. هم متوقع راح تكون في بعض الامطار مع منخفض ثاني ومرتفع راح يكون ان شاء الله شويه نسبيا هم ابرد من هذا او بارد، خلينا نقول نفس الانخفاض اللي راح نتوقع كذلك يكون ان شاء الله. ان شاء الله. اذا كل الشكر لك استاذ عيسى الرباط خبير الارصاد الجويه، بارك الله فيك. يسلمك ان شاء الله، نشوفك مع الشعم الازرق هذا ان شاء الله. ان شاء الله.